عندك تعليق على الكلاسيكو؟ اي بالضبط، عندي تعليق انه انت سالت عن اي الاشياء المميز في كان في الكلاسيكو، ايش اللي لفت انتباهك يعني؟ طبعا اللي لفت انتباهي اللي هو الحكم الصربي مازيتش، هذا الحكم جلاتنبرغ متعاقد معاه لمباريات الهلال ضد النصر والاهلي والاتحاد، وطبعا بس لا طبعا حكم مباريات ثانيه بس اي اجل مو إيه مو ما انت حسستني انه جايبه لا 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 بس إيه هذا شكله متحاقد معاه يا اخي، ما انت عارف ايش السالفه. المباراه النصر ضربه جزاء هو يسالك عن الكلاسيكو مو بس لك عن التحكيم. لا لا هو المميز الحكم الصربي هذا هو المميز اللي يعني اهدى التعادل للهلال، لانه كان في ضربتين جزاء للاتحاد وخصوصا في ضربتين جزاء للاتحاد وفي والهدف ايضا والهدف متساوي الهدف تسلل وتغاضى لو سمحت عن لو سمحت خليني اكمل لو سمحت لو سمحت ما قاطعتك خليني اكمل لو سمحت لو سمحت خليني اكمل تفضل حقك هي اكيد انه حقي. مباراه النصر ضربه جزاء، مباراه الاهلي ضربتين جزاء من هذا الحكم وضد الهلال كل المباريات، الاتحاد ضربتين جزاء وهدف تسلل، هذا الشخص الوحيد هو اللي كان مميز بالكلاسيكو. طبعا اذا استثنينا الحاله الفنيه اللي كانوا عليها الفريقين نعم. كانت حاله فنيه مميزه جدا واعادت شيء من بريق الدوري السعودي نعم.